متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم. حنا الان تنتواجدوا في واحده من المقاهي حي الوفاق اللي كانت تحمل اسم فرارة الجديد. قبل ما يستقروا الناس في هذا الحي بدايه الثمانينات، كانوا البعض منهم يعني البعض منهم كان تيستقر في واحد الحي بجانب هذا حي الوفاق، وهو حي الوئام اللي كان تحمل اسم فرارة. جينا لهذه المنطقه هذه باش نعرفوا اصل التسميه وعلاش الناس تحولوا من فرارة القديم الى فرارة الجديد. كل هذا الشيء غنشوفوه مع واحد من ابناء هذا الحي. فرجه ممتعه. في هذه البلاصه هذه اللي حي الوئام كان فرار بدونفيل تزت في الزنقه 12 رقم 49 هنا في هذا المكان هذا اللي احنا واقفين فيه ده حاليا. يعني هنا كان فرار القديم قبل ما يتحول للوفاق. هنا كان فرار القديم اللي بدونفيل كانوا هنا، هذه البلاصه اللي فيها الوئام كان فرار القديم. وشنو اللي تبقى من هذا الفرار القديم؟ هاد من فرار القديم اللي بقى منه بقات واحد الشجره كانت في الزنقه 4 هي اللي باقا دابا. وشكون هو اصلا هاد فرار هذا؟ من جهه الاسميه اسم تاع فرار؟ الاسم ديال فرار ان اونتربرونور جا باش يبني هنا في المغرب وداك الشيء، على عين هو اللي كريا هاد الحي ديال فرارة اللي بيدونفيل. والجنسيه ديالو منين؟ الجنسيه ديالو فرنسي على حسب الوثائق اللي لقينا وداك الشيء، الجنسيه ديالو فرنسي. امتى تقريبا دخل المغرب؟ في الوثائق اللي قرينا سنه 1912 كوم اونتربرونور. ودابا حي فرار فاش نسموه حي فرار، شنو الحي اللي السميه اللي ولات يحمل الحي تاع الفرار؟ مني شملنا الانتقال من هنا سنه 1983 كان فرار الجديد، كان سميتو فرار الجديد، من بعد ولا سميتو الوفاق، هو اللي غادي نمشيو نشوفوه حاليا. احنا الان كنتواجدوا بالوفاق اللي جينا من فرارة اللي بدونفيل، جينا لحي الوفاق، ولكن كان يسمى قبل من الوفاق كيتسمى فرارة الجديد. اش من عام تحولتوا لفرارة جوج؟ تحولنا خلصنا في ماي 83، خدينا الاستفادة نهار 3 شهر 10 1983. وفجيتوا الفرارة يعني لقيتوا المنازل ديالكم جاهزة مصيبة كل شيء بخير؟ لا، كاين بليزيوغ ترونش، كاين الترونش الأول هو هذا اللي كنشوفوا فيه الفيني مسمينو الأ، وكاين السومي فيني هو كحلة الكولغوزوفغ، من بعد كتجي كدير البريزات وكدير داك الشيء، وكاين السواري. يعني كان الاستفادة على مراحل بالنسبة للسكان تاع فرارة القديم. على حسب المستطاع ديال الساكنة. هادو مثلا الفيني كان ب 4 المليون، السومي فيني كان بشي 3 المليون و500 ألف فرانك وشي حاجة، السواري كانوا بشي 1 و200 ألف فرانك وشي حاجة. شحال تقريبا عدد السكان اللي كانوا اللي تنقلوا لهاد الفرارة جوج اللي تيحمل الآن اسم الوفاق؟ ما بين 500 و600، ولكن ما كاينش غير فرارة بوحدو، راه كان بعد دواوير مجاورة منها دوار معلم عبد الله، المهم هذاك خدا في بلاصتو، كاينين بعدين اللي خدوه هنا في الوفاق، كاين ما يسمى دوار كاريان الشرقي، كاين كاريان الحريزي، كاين دوار ولد موينا، كاين شي حاجة حدا جنان حموين. يعني هذا الحي الوفاق تم الإحداث دياله والإنجاز دياله من أجل احتواء أو قضاء على المدن تاع الصفيح في إطار خطة القضاء على المدن الصفيح بداية الثمانينات. تماما، هو النشأة دياله وداك الشيء، هو كان واحد الخطاب ديال صاحب الجلالة رحمه الله وطيب الله تراه في سنة 1982 للقضاء على دور الصفيح، ففي 83 تحدث هذا المشروع هذا ديال الوفاق. اشين الاماكن المعروفه في هذا حي الوفاق ولا بالقرب الحي في الوفاق؟
هاد الشارع هذا اللي كنشوفوا فيه شارع واد ام الربيع قبل منه كانت غير واحد الطريق بتيبيس كيقولوا ليها طريق مولاي تامي، الان ولا بولفارد كبير. وداكشي كان الا داز الطوموبيل وحده خاص الاخرى تخرج للبيست. داكشي كان عباره عن بيست في بدايه الثمانينات. كان عباره عن بيست قبل بدايه الثمانينات، حتى من بعد عاد باش توسع ولا شارع واد ام الربيع. هنا التيرميز ديال 50 قبل ما يمشي الرحمه، هذا هو اللي كنا كناخذوا منه الطوبيس كنعودوا للمدينه 50. يعني هنا كان الخط الوحيد اللي تيهبطكم من السونتر فيل هو النمرو 50. بالنسبه للسكان ديال الوفاق وداك الشيء كان عندهم ال 50 هو اللي كيديهم. البلاصه اللي فيها دابا مدرسه القدس قبل منها كان واحد الدوار كيقولوا ليه دوار المقده الغراب، مسمي بجو الخاوه، عنده ثلاثه ديال السميات الغراب المقده الخاوه. واخيرا تاهما شملهم الانتقال والاستفاده في حي الوفاق. هذا شارع واد سبو كيقسم ما بين هاد الوفاق واحد، وحتى هذا كيتحسب الوفاق واحد، ولكن هذا كان الفيني وكان سومي فيني وكانوا السواري. هاد اللي على اليمين ديالنا عطاوهم الارض، كيقسم بيناتهم هاد الشارع واد سبو. هاد السكن اللي من مورانا كان ديال واحد الفلاح كيقولوا لي زماط، كان كيفلح هنايا، كان عنده الحلوف، كان عنده البقار، كان عنده قبل ما نجيو حنا الوفاق ملي كنا في فيرار كانوا بعض العائلات كيخدموا عنده هنايا، وكان كيفلح واحد لابارتي واحد الجهه اللي حنا فيها في الوفاق واحد هذا اللي على اللي حدا الخمسين، وواحد الجهه هذه اللي فيها السكن ديال الولفه. والجنسيه ديال السي زماط منين؟ الجنسيه ديالو؟ الجنسيه ديالو فرنسي، فرنسي. الجنسيه ديالو فرنسي، وامتى مشى من هنا من هذه المنطقه؟ توفى هو، بقى خوه، بقى ولده، من بعد ولده مزوج بمغربية عندنا، مزوج بمغربية ومشى، سميتو عليه هو ولده، توفى، بقات هذيك المغربية هي اللي بقات دابا في فرنسا، هي اللي مقابلة اللي فيرم ديالو وداكشي. هذا اللي من مورانا مستشفى الحسني، كيجيو ليه الناس ديال الوفاق وكيجيو ليه ديال الولفه، و على المنطقه ديال الحي الحسني كلها، مقاطعه حي الحسني كلها. انتوما فشحال سكنتوا هنا في الوفاق؟ كان هذا المستشفى ولا يلاه تمنى؟ لا، النهار اللي سكنا هنا في الوفاق ما كانش هذا المستشفى، كان عندنا واحد ديسبونسر يا يعني مستوصف الصغور كيقولوا لي مستوصف السعاده في الديور ديال الوفاق، في هذاك السومي فيني اللي قلنا سومي فيني.